مرحبا أوسو، ما اسمها هذه؟ بطة. اسمها شو؟ دجاجة. 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 يلا لزقها. أول حط لها صمغ هون. يلا لزقها هيك. حملها لزقتها. ماذا تعطينا الدجاجة؟ ماذا تعطينا؟ طلع هون، تعطينا بيض ولا الحليب ولا عسل؟ ماذا تعطينا الدجاجة؟ بيض. بيض، أحسنت. يلا شو رح نعمل هلأ؟ رح نلزق البيض هون. حط له كمان أكتر 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 أكتر. برافو. يلا لزقه هون، ساعدك. يلا أحسنت يا ماما. الآن ما هذه؟ بقرة. أحسنت. وين رح نلزق البقرة؟ هون. يلا حط الله، حط الله صمغ كمان 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 كمان. برافو برافو. خلص حاجة. يلا لزقها. برافو. ماذا تعطينا البقرة؟ حسن. البقرة حليب. حليب البقرة تعطينا. وين الحليب؟ وينه؟ ليكا. هذا الحليب. برافو. يلا شيله للحليب، حطه جنب البقرة. شيل رجلك ماما شوي. يلا حط له صمغ، حط له حط له حط له حط. خلص حاجة. ايه ولزقناها. هاي الدجاجة بس بدها أكتر كان. حط له صمغ، ما لزقت منيح. خلص. هلأ رح نقلب الصفحة مشان نحط كمان. ما هذه؟ ما هذه يا ماما؟ شو اسمها هي؟ نحلة. نحلة، أحسنت. حط لها صمغ للنحلة هون. أكتر أكتر أكتر. خلص. ها، ماذا تعطينا النحلة؟ عسل. عسل، أحسنت. يلا حط لها صمغ هون. برافو يا أوسو. النحلة تعطينا العسل، والدجاجة تعطينا البيض والفروج، والبقرة تعطينا حليب. حليب. برافو.